بالمناسبة احنا تكلمنا عن مصر الآن، ومعروف الدور الكبير لمصر على المستوى العربي، وقبل قليل أيضا تحدثنا على موضوع الثورات العربية. خليني أسألك سؤال على المشروع الأمريكي في المنطقة. هناك مشروع أمريكي في المنطقة العربية، تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن بسياستها الحالية قادرة أن تستجيب أو أن تكيف سياستها بالمتغيرات الحالية، أم هي الآن في مأزق جديد يضاف إلى سلسلة مآزقها؟ لنقل أولا أن الوطنية العربية تتعارض مع المصالح الأمريكية، والمنطقة العربية هذه بالنسبة للولايات المتحدة تشكل ثلاث أمور. أمر أول مصالح أمريكية، نفط في المنطقة. الأمر الثاني إسرائيل. الأمر الثالث على المنطقة سوق للبضائع الأمريكية والغربية. تعرف انه اول شيء شغل به هؤلاء لما قامت الثوره المصريه او الثورات ترددت، هو ماذا مصير المعاهده السلام مع اسرائيل. طبعا هم لا يهمهم كرامه الناس ولا الشعوب ولا هكذا، ولهذا انا هم ليسوا سعداء واحد بما حدث، ثانيا لابد ان يسعوا الى تطويع او محاوله الافاده منه. يعني حينما تقول مثلا الاداره الامريكيه انها رصدت 150 مليون دولار للدفاع عن الديمقراطية في المنطقة، يعني ايه؟ يعني الديمقراطيين دول هياخدوا مرتبات من الامريكان يعني؟ طبعا هم بيشتغلوا الان ان جي اوز، جمعيات اهلية، جمعيات غير حكومية، يحاولوا ان هم بيمولوا بشكل غير مباشر. طبعا حصل، وانا بالمناسبة قرأت امس انه وزيرة التعاون الخارجي احتجت لدى السفارة الامريكية في مصر، لانه بيشتغلوا في الشارع، الأمريكان مش في الشارع في مصر يعني. هم يحاولون الإفادة مما يجري، ولأنهم يدركون تماما أن الوطنية ليس فقط في مصر، في أي بلد عربي بترفض الهيمنة الأمريكية، بترفض التغول والعربدة الإسرائيلية طبيعي. ولهذا يعني هذا الجاسوس الذي ألقي القبض عليه قبل أيام، وأنه كان بيخطف مساجد ويروح ما بعرف فين وفين، طب ده واحد من بحر من البشر بيشتغل، هذا ما تم الكشف عنه فقط. طبيعي. وأنا قلت أنه أمس قلت أنه يبقى في جاسوس ليس خبر أنه يلقى القبض، لابد البلد مليئة جواسيس. فما أريد أن أقوله أن الأمريكان والإسرائيليين يستشعرون قلقا مما يحدث في العالم العربي عامة وفي مصر بوجه خاص. لقد كانت ثورة 25 يناير نقطة تحول لجميع المصريين والعرب، وأرادها فهم هويدي أن تكون انطلاقة لانتشار قيم إيجابية عديدة غيبتها سنوات الاستبداد والقمع، من أهمها الحفاظ على كرامة الإنسان سواء كان مؤيدا أو معارضا. هويدي يصف نقطة التحول هذه بالصحوة التي أعادت الوطن إلى أصحابه الحقيقيين وأعادت للمجتمع اعتباره، لكن هويدي يرى الأهم من ذلك كله أن هذه الصحوة قد طردت النوم من عيون الكثيرين، لأنها باختصار باتت تهدد وجودهم وبالأخص الكيان الصهيوني. ذكرت أكثر من مرة أستاذ فهمي خلال كلامك الكيان الصهيوني إسرائيل، كيف ترى مستقبل هذا الكيان الآن بعد هذه الثورات العربية؟ البعض يتخوف، البعض المؤيد لهذا الكيان، بأن هناك انعكاسات سلبية ستقع على معاهدة السلام. يعني مثلا طبعا لا تستطيع أن تخوض في هذا الموضوع، وهذا موضوع دقيق، إلا أنه بعد ما هذا البلد يسترد عافيته ويستطيع وأن يقول لا أو نعم. يعني عند الحد الأدنى قيل مثلا أنه في معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل،
مصر نفذت التزامات إسرائيل لم تنفذ. الحد الأدنى أن إسرائيل ما اتفقت عليه تستطيع أنها لابد أن تلزم به، واحد. اثنين، إسرائيل بما تفعله مثلا في غزة وفي الأنفاق، يعني الغارات اللي بتعملها تهديد الأمن القومي المصري موجود. ثلاثة، احنا ليس لدينا الآن مجلس منتخب يعبر عن رأي الشعب المصري. نحن ننتظر انتخابات، ومن حق المجلس منتخب، يعني الآن في مجلس عسكري يحافظ على مرحلة انتقالية، ولكن من حق المجلس المنتخب أن يعدل من شروط اتفاقياته بما يخدم الأمن المصلحة العليا لبلده، سواء في اتفاقيات الغاز مع إسرائيل أو حتى في اتفاقية السلام مع إسرائيل. من حق الشعب إذا كان في مؤسسة منتخبة أن تراجع هذه الاتفاقات، ولأن هذا لا يزال مبكرا. فنحن من هناك بعض المؤشرات الآن، خلينا نقول من الشارع المصري تحديدا، بعض المظاهرات التي خرجت وتطالب بإعادة النظر بهذه المعاهدة. أنا قلت أنه الوطنية العربية وليست المصرية فقط ضد العربدة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية، لكن لابد أن تكون في وصف في موقف يسمح لها بأن تتحمل مسؤولية ما تخدم عليه من خطوات. يمكن أن لا أحد يتحدث في هذا الموضوع، هذا ملف مجمد الآن، أنت مؤجل إلى مؤجل. تتظهر الصورة بشكل كامل، وإلى أن تتوفر للبلد أولا سلطة منتخبة تعبر عن حقيقة رأي العام، ثانيا عافية سياسية واقتصادية تسمح لك بأنك أنت تدخل في اشتباك. يعني في تركيا مثلا حكومة منتخبة وفي برلمان واستطيع أن يقول لا ونعم والآخر، أنت هذا ليس متوفرا. ولهذا القفز إلى هذه النتيجة الآن مبكر، ولكن هذا موضوع في الحسبان، وهذا موضوع لابد أن يكون له حدود وضوابط، يعني خصوصا في بلد في أهمية مصر. يعني طيب، سؤال قبل الأخير أستاذ فهمي على موضوع الوحدة الإسلامية الآن. تكلمت عن هذا الموضوع في أكثر من مرة، واسمح لي هنا أن أقطع مقطع من كلامك، أن ذكرت في أن أعداءنا ما برحوا ينصبون لنا فخاخ الطائفية والمذهبية. البعض الآن بدأ يتخوف أكثر على تفشي هذه الظاهرة، ظاهرة ازدياد الأفخاخ الطائفية والمذهبية، هل لازلت قلق؟ طبعا طبعا، يعني أنت الآن إذا أردت، يعني إذا أراد أي طرف لا يريد خيرا لا لمصر وللعرب، إذا أراد أن يطعنهم أو يفتت قواهم في مداخل متعددة، منها المدخل الطائفي، مسلمين وأقباط، شيعة سنة، عرب كرد، يعني أشياء من هذا القبيل. فهذا التفكيك ودي مسألة قديمة، فرق تسود يعني. ونحن لأن مجتمعاتنا غير ديمقراطية فهي هشة وعندها حالة القابلية للتفكيك، يعني تستطيع أن تتفكك بسرعة. يعني شوف كيف رأيت في مصر كيف أنه بسرعة تفجرت أزمة بين الأقباط والمسلمين، أنه في البحرين الموضوع يبدأ بشيء ثم يتحول شيعة وسنة، في العراق أشياء من هذا القبيل، وفي مسارة هذه المسألة في أكثر من قطر عربي. المهم أن أولا أنا قلت أن الوطنية العربية ضد الهيمنة الأمريكية والعربدة الإسرائيلية، واحد. أن اثنين، لإلهاء هذه القوى الوطنية العربية أو صرف انتباهها عن القضايا الأساسية، فأسهل وسيلة هو إشغالها بصراعات داخلية وتفتيتها إسلاميين علمانيين مسلمين أقباط شيعة سنة عرب كل أشياء من هذا النوع. هذه التمايزات التي يمكن أن تشكل مصدر للثراء، تحولها إلى ألغام تفجر هذه المجتمعات. أستاذ فهمي، إحنا وصلنا إلى ختام البرنامج، راح أبتعد عن السياسة. أنت الآن خضت قبل فترة وجيزة تجربة جديدة تتبثل في التقديم التلفزيوني، كيف ترى هذه التجربة الجديدة الآن؟ هو ليس تقديم تلفزيوني، هي مشاركة تلفزيونية، يعني لا أقدم برنامج، ولكن طلب مني أن أعرض أحكي للمشاهد مقال الثلاثاء في مساء يوم الاثنين. وهذه تجربة بالنسبة لي جديدة ومتأخرة كتير، لأنه أنا صار لي
بعيد عن هذا المجال وأنا متردد فيه كثيرا ومبتدئ وقليل المعرفة به، فأنا قد تكون اليوم مشاركة وفي القريب برنامج تلفزيوني. الله عالم، احنا بنتكلم على المصادفات، اذا لا شيء مخطط. نعم. هذه اقدار تكتب تأكد علينا. تأكد ما ذكرت انت في البداية. فصحيح هذه مسألة صار لها شهر واكثر من شهر، ولا اعرف مدى نجاحها او مدى استمرارها، ولكن انا بعترف انه مجال جديد بالنسبة لي، ايضا لم يخطر لي على بال، والحكم في هذا للمشاهدين الذين يمكن أن يشجعوني على الاستمرار أو على الاعتزال. احنا نشجعك على الاستمرار في الكتابة وفي التقديم التلفزيوني. استاذ فهمي، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله نتمنى أن نلتقي معك في حلقات قادمة عبر شاشة قناة الكوت الفضائية. شكرا. عزيزي المشاهد، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي وفي أمان الله. دي المكتبة اللي قلت عنها. دي مكتبة المراجعة. المراجعة طبعا. هذه كلها هني قلت لي كلها عن إسرائيل؟ يعني هذا الرف ده إسرائيل وده إسرائيل وده تركيا. تركيا هنا. تركيا ده كل دي تركيا. كل ده. جميل. كل ده تفسير تفسير ودي تفسير ودي تاريخ. بقسمهم يعني. يعني في كل كل حاجة. هذا كتابك؟ ده كتاب مصر تريد حل. يعني هذا في أي سنة؟ والله يا سيدي سؤال 98. 98 يعني صار له ثلاث كم لا المدة 13 سنة تقريبا. بالضبط 13 سنة. بالضبط 13 سنة.